بالنسبة للست شيماء، عشان ما تزعلش يعني إن أخطأنا في اسمها، إنها يعني في مشكلة إنها كانت متجوزة رجل وبعدين تزوج عليها، وبعد كده هي كانت على ذمته، وبعد ما توفاه الله كان ابنها صغير عنده سنة أو سنتين، الابن النهاردة 6 سنين يعني من فترة، والأهل أخته هي طردتهم من البيت. يعني الأرملة ليها حق، يعني وانت بتتكلمي عن حقك كأرملة في السكنة وفي ميراث هذا الصبي أو هذا الغلام، دي مسألة نزاعية. انت أنا سبت حضرتك تقولي الرسالة اللي حضرتك تفضلتي بيها لأسرة زوجك المرحوم، الله يغفر له ويرحمه ويتجاوز عن سيئاته ويغفر ويرحم جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات، اللهم أمين يا رب العالمين. المسائل النزاعية اللي بتكون بين الناس بتحتاج لمحامي ماهر أمين عشان يبحث المسألة دي ويحاول أنه يستفي، يقوم باستيفاء يحصل ليك ويعرف الحقوق بتاعتك إيه عشان يقدر يساعدك أنك تاخدي حقك. ده لابد من هذا. برضو في مسألة تانية بننبه عليها، لأنه المسألة دي يعني مكرورة بتحصل كتير، إنه ما ينبغيش على الإنسان أن يسكت على حقه أو حق أولاده في الميراث بعد وفاة الزوج، لأن له حق ولك حق، وإحنا في نفس الوقت بنحذر من أكل حقوق الناس بالباطل، لأن ده ظلم، والظلم ظلمات يوم القيامة. فإحنا مش محتاجين عوائق في الآخرة تحجبنا عن الجنة وتوقعنا أو الإنسان يجد نفسه خلاص على مشارفة أن يقع في النار، إحنا مش محتاجين ده. الدنيا دي زائلة عابرة، رحلة قصيرة خطيرة مزعجة، لازم الإنسان يتسلح فيها بالله، والتسلح فيها بتطبيق اللي ربنا سبحانه وتعالى أمره أنه يقوم بيه عشان قدر الطاقة يعيش في سلام نفسي داخلي وسلام مع الناس قدر الطاقة. وإن كانت الحياة الدنيا حياة يعني صعبة، ما هيش حياة سهلة، عشان كده نصف حياة الإنسان المؤمن صبر، لازم يصبر على ما يمر به. يا صاحبة السؤال، نسأل الله سبحانه وتعالى السلامة، وأدعو أهل الزوج بأن هم يحتضنوا هذا اليتيم ويحتضنوا حضرتك، لأنك ما فارقتهوش وما سبتهوش، وبرغم أنه تزوج كما تصنع كسريات أو كثير من النساء، فيحتضنوا هذا الغلام ويطلع في بيت أبوه. أنا عجبني الكلام اللي حضرتك بتقوليه، أنك أنت عندك حرص أنه يبقى عارف أهله وأنه يطلع وسطهم وأنه يتربى وسطهم، يعني ده بعض الوفاء الذي يكون والحق لهذا الأخ المتوفى، أن احنا نراعي ده في ابنه ذلك الصغير. ودي رسالتي برضو اللي أنا بوجهها لأهل الزوج، لصاحبة السؤال الست شيماء.